هؤلاء بعض من الأطفال الذين فقدوا ذويهم في الحرب الدائرة في سوريا، يقومون بتعلم مادة من أحدث المواد التي تدرس على مستوى العالم، برمجة الروبوتات أو روبوتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مدرستنا مدرسة طريق المستقبل، أنشئت بأواخر عام 2014. عموما كل الأولاد السوريين بحاجة لدعم نفسي واجتماعي، فحقيقة كان هذا التحدي موجود عنا من البداية. على سبيل المثال، في أحد الأولاد أمه استشهدت أمامه من سنتين، وأول ما أجا تقريبا ما بيشارك ولا بيحكي أي شيء غير بس دراسه. استغرق الأمر شهرين كاملة حتى اندمج وصار وجوده أفضل. لكن الأفضل لما نحن نتجاوزها نرجع نتعاون مع بعض ونشتغل مع بعض. احنا تجربة الروبوتك بالنسبة للمدارس اللي هي مدارس الأيتام أو مدارس الطبقة المتوسطة وما دون، هي تجربة فريدة من نوعها، أول مرة بتصير. نحن أول شيء بنعلمه كيف يفكر، بعدين بنعلمه يشتغل خطوة بخطوة ليبرمج، إنه برمج معناتها دقة، معناتها نظام، معناتها بده يلاحظ الخطوة اللي قبلها والخطوة اللي بعدها. نحن كل هالخطوات عم تكسبوا مهارات جديدة بحياته. نحن منتظمين كفريق، ولذلك هلا كل فريق رح يختار تحية، تحيته بدل ما تعلمنا نسمع تحية تحية من كل فريق. يلا شو تحيتنا نحن؟ الطفل عم يكون عنده ردة فعل إيجابية للتعاطي مع هالأدوات، عنده فهم أكبر من الأجيال اللي قبله، فبالتالي عم تكون التجربة سلسة جدا. فحتلاقي عم تلاقي الطفل عم يبني روبوت من أول يوم ويوصله ويبرمجه ويشغله ويحركه ويعمل فيه سباق. برنامج تدريبي روبوتك هو من البرامج المهمة اللي تقدمها أطباء عبر القارات من أجل تقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين بسبب الأحداث السورية الأخيرة. هذا من البرامج اللي سيشكل لها انتشار كبير، سيكون له حضور جيد، أطفال عندهم حماس رائع جدا بالتفاعل مع البرنامج. واضح أنه صار في انتماء أكثر للعملية التعليمية، التزام أكبر، وهذا بيشكل حقيقة أحد أهداف من وراء هذا البرنامج، بيدعمه نفسيا بتشكيل حافز جيد للعملية التعليمية. هلا أنت هون شو عم تعمل؟ طيب لما عم تحط إيدك ليش عم بوقف الروبوت؟ هو البرنامج احنا حطينا له بيروح وبيرجع بيروح وبيرجع. طب هو شو معرفه إنه لازم يوقف هون؟ أستاذ احنا حطينا له هيك اللي حاطين شرطة أستاذ محددين مثلا. يعني هذا الشريط الأسود هو اللي بيورجي للروبوت إنه لازم يوقف؟ لا هو احنا محددينه من الكمبيوتر مبرمجينه إنه لازم يروح 8 دورات للدولاب. أيوه بيرجع 8 دورات. تمام بيروح 8 دورات وبيرجع 8 دورات وبعدين بيروح بيقضي 9 دورات. ايوه. هلا مين قائد فريقكم؟ انت قائد الفريق؟ طب مين حط قائد فريق؟ انتوا حطيتوها؟ كيف؟ عن طريق التعاون. عن طريق التعاون. طيب صار في بيناتكم شيء مشاكل؟ لا ما صار بيناتكم مشاكل؟ طب هيك احسن ولا كل واحد يشتغل لحاله احسن؟ هيك احسن. طب العمل ما بينجح غير بالتعاون. شلون؟ العمل ما بينجح غير بالتعاون. الأطفال أثناء الأزمات هم الفئة الأكثر تضرراً، لا سيما الأيتام منهم الذين يتعرضون للحرمان غالباً من أبسط حقوقهم. تم التخطيط لمشروع أمل سوريا من قبل منظمة أطباء عبر القارات انطلاقاً من إيمانها في حماية الطفولة وتقديم الدعم النفسي للأطفال وتأهيلهم وبناء قدراتهم. هدف هذا المشروع لخلق جو إيجابي للأطفال السوريين من خلال وسائل تعليمية حديثة تعزز ثقتهم بنفسهم وقدرتهم، تدفعهم للاستمرار في الدراسة رغم كل الظروف السلبية المحيطة بهم، ليكونوا إن شاء الله مؤهلين لبناء سوريا الجديدة. ثلاثة. ثلاثة.